بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف سيد الشريف الإمام جمال الدين محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس بعلوي رحمه الله تعالى في كتابه إيضاح أسرار علوم المقربين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي واله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد فهذا كتاب جليل الموقع عزيز الماخذ الفناه لذوي البصائر والفهوم الذين اهلوا للنظر في دقائق العلوم وكتابنا هذا يشتمل على ايضاح طريق الحق للسالكين وذكر طرف من اسرار علوم المقربين ويصلح كتابنا هذا لاصحاب الهمم العاليه والانفس الفاضله وكنت متوقفا عن تاليفه لكون الوقت لهذا الفن غير مناسب حتى استنهض عزمي له الى ما ارجوه من الاجر فيه عسى ان يعثر عليه من يناسب حاله فيفهم ما اودعناه هذا الكتاب من من الاسرار العجيبه ولولا الذي قد اختص به كتابنا هذا من العلوم التي قد استنبطها فكري قبل ان توجد في الكتب لم يكن لتأليفه معنى لكثره التصانيف وانتشار العلوم وهذه المعاني كما قيل يقول من يطرق سماعه أسمع. يقول من يطرق أسماعه كم ترك الاول للاخر ومن كانت له انسة بالكتب وما الفه الناس قبلنا عرف ما اختص به هذا الكتاب من المعاني الغريبه والعلوم الغامضه والله تعالى ينفع به وياجرني فيه بمنه وسعه طوله امين 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 الحمد لله هذه مقدمه الكتاب الامام محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس عليه رحمه الله تبارك وتعالى الذي قال فيه اهل العلم والمعرفه يكفي ترجمة لوالده وجود هذا الولد من صلب ذاك العالم العارف وقد نفع الله بكتابه كثيرا من عباده وأحبه العارفون والصالحون وكان لا يفارق مجالس الإمام عبد الله بن علوي الحداد بسم وبسم الله تعالى يفتتح كل كتاب كل كتاب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على امور الدنيا والدين جل جلاله وتعالى في علاه وفي لفظ بسم الله شهود ان كل شيء قائم باسمه محوط بعلمه وشهود التبرك بمصاحبه الاسم المبارك في التاليف الحمد لله رب العالمين الذي استحق الحمد كله والخلائق من اهل السماوات والارض لا يحصون ثناء عليه ولا حمدا له فحمد سبحانه في الكتاب نفسه واستفتح بالحمد كتابه فلهذا كان الاستفتاح بالحمد ايضا سنه من السنن في التاليف وغيره وقد صح في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر ممحوق من البركة إلى غير ذلك وجاء أيضا رواية في من في كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم ولكن روايات الحمد أصح ولذا يبتدئون بالبسملة ويتبعونها بالحمد لا جمعا بين الروايتين وليكون الابتداء الحقيقي والإضافي وللاقتداء بالكتاب العزيز أيضا فإنه أول ما نبسمله في الفاتحة نقول الحمد لله رب العالمين مربيهم ومالكهم ومدبر امورهم وسيدهم والههم سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. واذا اطلق العالمون اريد به هؤلاء الثلاثه الاصناف الذين هم روح هذا العالم هم الانس والجن والملائكه. والعالم كل ما سوى الله جل جلاله ولكن لفظ العالمين وتلقى في اللغه على العقلاء من هذه اصناف الخلق من اصناف الخلق هذه وهم الانس والجن والملائكه صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين فهو الذي امرنا الله بالصلاه والسلام عليه وهو الذي قال لنا ان اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه. وهو الذي بالصلاه عليه تستفتح رحمات الله من صلى علي واحده صلى الله عليه بها عشرا. صلى الله على سيدنا محمد فهي الرحمه المقرونه بالتعظيم. النبي الامي و هذه خصوصيه من خصوصياته وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد فهذا كتاب جليل الموقع عزيز الماخذ وفيه استعمال الترغيب والتشويق فيما كان من خير وفيما كان من هدى ولا يدخل اذا صح القصد فيه وأريد به حسن عرض البضاعة والتشويق فيما يقرب إلى الرب لا يدخل في الثناء على النفس المنهي عنه في قول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أما نعرف نعلم في الآداب أن لا يثني الإنسان على شيء يخصه من كتابه ولا من علمه ولا من ولده ولا شيء من ما من نحو ذلك وانما جاء هذا الادب لان النفس تسترسل في مثل ذلك ويتشبث بها فيه من اراده غير الله تعالى او من او من العجب او من الغرور ما يكاد يلاحق الانسان فلهذا كان من الادب ان يتجنب الثناء على ما يخصه من عمل ومن كتاب ومن درس ومن بناء ومن مال ومن اهل ومن اولاد وما الى ذلك ولكن اذا علمنا لما كان هذا من الادب ولما حذر او حذر من آه القيام به علمنا ان ما ورد بعد ذلك عن اهل رسوخ القدم فله وجه صحيح اخر لا دخل له فيما نهانا الله عنه من ثنائنا على انفسنا هو اعلم بمن اتقى جل جلاله ومن ذلك شان العلم وخصوصا ما تعلق منه بالسير إلى الله جل جلاله فينبغي مدحه والثناء عليه ترغيبا وتشويقا ودعوة إلى الله عز وجل لهذا قال فهذا كتاب جليل الموقع عزيز الماخذ ليرغب الراغب من القاري والسامع في الاطلاع على ما فيه فيكون موصلا لكل منهم إلى قرب باريه ومرضات مولاه سبحانه وتعالى <applause> ألفناه لذوي البصائر والفهوم مشيرا إلى أن أكثر المعاني الذي احتواها الكتاب إنما يدركها ويستوعبها من خص ببصيرة وفهم من الذين اهلوا للنظر في دقائق العلوم لأن الله جعل الفطرة في الناس متفاوتة وجعلها على منوعة على مستويات ودرجات ومنهم من يكون بحكم الفطرة واسع الفهم دقيق النظر ومنهم من لا يكون كذلك ومنهم من يكون في هذا قويا ومنهم من يكون ضعيفا ومنهم من يكون عليا ومنهم من يكون أعلى ومنهم من يكون عنده بلادة ومنهم من يكون أبلد وأبلها منه فجبل الله تعالى عقول بني ادم وبراءها بتقدير منه سبحانه وتعالى وفارق بينهم في مداركهم وفي معارفهم وعلومهم وفي تهيئهم للفهم ولذا كان للعلم على مستوى العموم بعد اخذ ما فرضته الشريعه المطهره على الكل الذكي والابله الواسع الفهم والاقل منه اوجبت عليهم علما قال فيه صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه دون على كل مسلم فهذا المقدار الواجب يسره الله وسهله ويمكن استيعابه للكل ما عدا ذلك فإن من كان في طبعه بلد وعدم استعداد لفهم دقائق المسائل ينبغي أن يكتفي بما فرض عليه من العلم وقرب منه ثم يشتغل بأنواع من الأعمال والحرف التي يكون فيها مجلبة للخير أو, أو سداد للحاجة أو مواساة للفقير إلى غير ذلك بالنية الصالحة وقد قال الفقهاء في من ترجى نجابته أنه إذا تفرغ للعلم وكان محتاجا يجوز إعطاؤه من الزكاة ما دام توقف عن الكسب والسعي في تحصيل المال بسبب اشتغاله بالعلم وهو ترجى نجابته أي أوتي من الفطرة ما يهيئه لأن يدرك من العلم مدركا يستطيع ان يستبين به من دقائقه وان يعمل به وان يعلمه ويعطيه بعد ذلك فاما من لم يكن بهذه المثابه فيومر ان يقوم بالحرفه وان يقوم بالمهنه ولا يضيع الوقت الكثير وهو غير مؤهل للنظر في دقائق العلوم آه ولكن من اوتي الفهم عجبت لمن بالجهل يرضى وربه أتاح له من فيض إفضاله فهما وبذلك نعلم أنه يجب أن يصرف إلى أعز العلوم وأشرفها وهو العلم الذي تولى الله بيانه بنفسه ووكل رسوله صلى الله عليه وسلم بتبيينه للناس من علم الكتاب والسنة و علم الفقه في الاسلام وعلم الايمان وعلم الاحسان فان هذه اشرف العلوم وينبغي ان يصرف اليها اكبر اذكياء المسلمين واعظمهم فهما وفطنه واستعدادا فهي الاحق بالوعي والاستيعاب والفهم وفيها من الدقائق وفيها من الخفايا ما لا يحويه علم آخر وما يحتاج إليه الأول والآخر في الباطن وفي الظاهر بل هو العلم الحاكم على جميع العلوم والعلوم سواه آه إن قامت إن على مقتضاه نفعت وأثرت في أصحابه وإلا كان علما من ظاهر الحياه الدنيا لا يغني اربابه شيئا وليس اهله عند الله بعلماء وان سمتهم الصحف علماء وسمتهم المؤسسات علماء وسمتهم الفضائيات علماء فقد قال الله تعالى ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون فما هم بعلماء عند الله جل جلاله وتعالى في علم. ولكن كل علم بعد ذلك يمكن ان يستخدم استخداما حسنا لكن على مقتضى هذا العلم الذي جاء من عند الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا خالف ذلك صار ذلك العلم وبالا على صاحبه لا آه ينفعه حقيقة النفع آه في الدنيا ولا في الآخرة وما منافع الدنيا التي يستوي فيها البر والفاجر إلا مظهر اختبار وامتحان من الله تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أنك يعني لا ليس الإكرام بتوسعة الرزق الظاهر وليست الإهانة بقلة ذات اليد وقلة المال ولكن في الفضائل والأعمال والعمل بمقتضى العلم النافع بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وبهذه الأعمال يكون الكرامة وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وبالانسياق وراء هذه النقائص تكون الاهانه فهناك الاكرام وهناك الاهانه لا بتوسعه الرزق ولا بقلته ولذا قال قائل ممن راى انه يصيبه قله ذات اليد ويعطى كثير من اهل الجهاله والغفله اموالا كثيره رضينا قسمه الجبار فينا لنا علم وللجهال مال ويقول قائلهم من ملحظ اخر يقول آه وقائله ارى الايام تعطي لئام الناس من رزق حديث وتمنع من له شرف وفضل فقلت لها خذي اصل الحديث رات جل المكاسب من حرام فجادت بالخبيث على الخبيث وهذا منح آخر وكلها ليست على إطلاقها فصاحب الصدق مع الحق والصلاح والتقوى والعمل بهذا الشرع إن كان غنيا فهو أفضل إن كان فقيرا فهو أفضل وإن كان أميرا فهو أفضل وإن كان من الرعاية فهو أفضل وإن كان ظاهرا فهو أفضل وإن كان مستورا فهو أفضل ما دام عاملا بأمر الله كما يحب الله هناك الفوز وانتهت المسألة وما هذه الا اعراض ومظاهر تضر الغافلين وتغر الجاهلين وتغر الجاهلين قال الذين اهلوا للنظر في دقائق العلوم فانظر كيف انطوت الحيل على المسلمين حتى اتخذوا سيرا ان يقال أصناف المعارف والعلوم يجعل فيها الأذكياء من أولادهم أبناء وبنات فإذا قل فهمه وضعف عن إدراكها قالوا اذهب إلى علم الشرع هو كأن علم الشرع عندهم أخس العلوم وأقل العلوم أعوذ بالله من غضب الله هذا انتكاس انتكاس في النظر وانعكاس في الموازين وخلل وخلل في وضع الأشياء في موضعها وظلم ظلموا به أنفسهم بل كان أولى بعلوم الحق وعلوم رسوله أكثرنا نباهة واعظمنا يقظه واعمقنا فهما وادقنا ادراكا فهو اولى بذلك قال وكتابنا هذا يشتمل على ايضاح طريق الحق للسالكين وطريق الحق كل ما يرضي الحق وكلما يوصل الى الحق جل جلاله على ايضاح طريق الحق للسالكين اشاره الى ان كثيرا ممن يسلك غير متضحه له الطريق فيقاسي مقاساه ويجتهد اجتهاد لا يصيب به الغرض لانه لم تتضح له جليه الحق ولم يعرف الترتيب في المسار وقالوا حرموا الوصول لتضييعهم الأصول إنما حرموا الوصول لتضييعهم الأسول. ضيعوا الأصول في الترتيب ولهذا يقال آه يشتمل على إيضاح طريق الحق للسالكين وذكر طرفين من أسرار علوم المقربين أشير لنا أن المقربين الذين آه صاروا بمنزلة يفتح الله تعالى عليهم من المعارف ولطائف العلوم ما لا يكيف آه فمعلمهم الحق قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وقال جل جلاله وعلمناه من لدنا علما واسع علومهم ولكن قال طرف طرف من أسرار علوم المقربين يصلح كتابنا هذا لاصحاب الهمم العاليه والانفس الفاضله فالهمم العاليه يحصل بها العزم والجزم والانفس الفاضله يحصل بها التخلص من قصد الغير والاخلاص للحق جل جلاله وكنت متوقفا عن تاليفه لكون الوقت لهذا الفن غير مناسب اي لما يرى في الزمان من إعراض وإدبار عن هذه العلوم النافعة وتول عن كسبها وعن العمل بمقتضاها انشغالا بالدون انشغالا بالفانيات قال لما كان الأمر كذلك توقفت أولا في التأليف ولكن هداه الحق تبارك وتعالى لإدراك حكمه في الخلق وفيما يظهر منهم وفيما ينشغلون به وأنه مهما كان من مظاهر الانشغال بغير الله تبارك وتعالى والتعظيم للفانيات فلا يزال باقيا في الأمة أرباب الوعي والإدراك والفهم الذي يقوم على الصحة فيما انزل ملك الاملاك على الرسول الهادي للسلاك صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وان الخير لا يزال في الامه وان الله رتب على افاده العلم اجورا وثوابا مخصوصا لا يفوقه شيء من الاعمال الاخرى او من ثواب الاعمال الاخرى بل حتى استنهض عزمي له الى ما ارجو يعني ما مَعَ مع الذي ارجوهم من الاجر فيه عسى ان يعثر عليه من يناسب حاله فيفهم ما اودعناه هَذَا الكتاب من الاسرار العجيبه فانه لا يزال في الامه متنبه ومتوجه ومتيقظ وقتا بعد وقت وان مرت بهم اوقات واحوال يعرض الاكثر ويتولى الاكثر ويدبر الاكثر فما طريق الله بمنقضع ولا منهج الله بمعطل وليست الدرجات العليه بممنوعه عن اهل الصدق في كل زمان وفي كل مكان. في ذلك قالوا: يقول قوم عن هداهم ضلوا قد عدموا في عصرنا او قلوا فقل لهم كلا. ولكن جلوا عن ان ان ان, تراهم عين الجهال وكيف يخلو عالم الشهاده عنهم وهم فيه الهداة القاده قد حفظ الله بهم عباده وصانهم في سائر الاحوال لهذا قال سيدنا علي اللهم لا تخلو الارض من قائم لك بحجه اما ظاهر مشهور واما خامل مستور ولكنهم حجج الله تعالى في الامه لا تزال باقية آه يتأدى منهم العلم آه ليعطي كل طائفة منهم نظراءهم ممن من يأتي بعدهم ذلك الاستمساك بالحبل المدين ألا ولولا الذي قد اختص به كتابنا هذا من العلوم التي قد استنبطها فكري قبل أن توجد في الكتب لم يكن لتأليفه معنا لكثرة التصانيف وانتشار العلوم يشير ايضا الى انه انما يقصد من التاليف الافاده يقصد من التاليف النفع يقصد من التاليف الحصول حصول الزياده من الخير ولا ينبغي ان يؤلف لمجرد التاليف وليقال انه الف ولهذا ان يقول الامام احمد بن حسن العطاش ان الكتب بعضها الف للجمع وبعضها الف للنفع فما الف لمجرد الجمع هذا اصحابه ضعيفه والنفع به قليل ولكن ما الف للنفع المقصود بنفع العباد تقريبهم الى الملك الجواد جل جلاله وافادتهم حينئذ يكون مباركا ويكون نافعا وييسر الله تعالى به الانتفاع والا فكم قد الف من الكتب في مختلف فنون العلم والمنتفع به منها قليل وبعضها اعظم نفعا من الاخر على حسب الاخلاص لوجه الله والقبول عند الله سبحانه وتعالى قال وهذه المعاني كما قيل يقول من يطرق اسماعه كم ترك الاول للاخر مشيرا الى سنه من سنن الله وحكمه من حكمه انه يبدي سبحانه وتعالى من اسرار هذه العلوم في كل زمان ما لم يكن وهكذا قال صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ او عام سامع بلغوا عني ولو ايه فرب مبلغ او عام سامع، وربما حامل فقه ورب حامل فقه ليس بفقيه، فيؤدي للذي نظر الله امرأً سمع منا وقال مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ او عام سامع قد يكون الذي بلغه اياها ينكشف له من خباياها وسارة ما لم يعرفه المبلغ نفسه. ولا يزال كل جيل يقرؤون قول الله وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم وفيه تجديد الله تبارك وتعالى إفادة العلوم للعباد في مختلف الأزمنة والأمكنة على مدى الأوقات ومن كانت له أنسة بالكتب فاطلع على ما فيها وما ألفه الناس قبل أن عرف مختصة بهذا الكتاب من المعاني الغريبة والعلوم الغامضة والله ينفع به ويجرني فيه بمنه وسعة طوله إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين هذه مقدمة الكتاب الذي نفع الله به من أولي الألباب آه اعدادا بعد اعداد والله ينفعنا والله يرفعنا والله يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه والله يفقهنا في الدين والله يسير بنا مسار الصالحين والله يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجعلنا من الذين يهتدون بهدي نبيه يستنون بسنته ويقتدون به اللهم اجعله مقتدانا في ظواهرنا وخفايانا حتى ندرك النصيب الوافي الوافر من سر محبتك التي اشرت اليها بقولك قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم اللهم وفقنا لذلك واسلك بنا في شريف المسالك وادفع عنا البلايا والافات وتولنا في جميع الاحوال والحالات سر الفاتحه الى حضره النبي محمد.